السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 348 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء العاشر في سلسلة Road Construction أو تنفيذ أعمال الطرق الأسفلت. الفيديو ده بعنوان Road Backfilling Depth أو تحديد ارتفاع الرد. أعمال قطاعات او اعمال الطرق غالبا بيكون في موجود ليها بروفايل، بحيث بيكون موضح عليه منسوب الارض الطبيعيه، منسوب التاسيس اللي احنا هنعمله، وعلى اساسه بيتم تحديد كميات الحفر والرد. طبعا ده شكل بسيط احد المشاريع بالنسبه لي البروفايل، وزي ما انت شايف بيكون فيه على الاتجاه الراسي اللي هو الدبس الارتفاع، وفي الاتجاه الافقي الداتا اللي موجوده المختلفه اللي موجوده عندنا في البروبوزد بروفايل جريد والرف جريد ليفل، وفي الهوريزونتال الاينمنت سوبر اليفيشن والاستيشن. خلينا نتكلم بعدين الاستيشن، يمكن هي اللي متصله برضك معانا. في لو رحت هنا زي ما انت شايف بالنسبه للخط الداش لاين اللي موجود عندك، ده بيكون زي الناتشرال او الان جي ال اللي احنا اتكلمنا عليه او منسوب الارض الطبيعيه، والخط اللي موجود هو ده منسوب التاسيس او الفينش جريد ليفل اللي موجود عندنا رف جريد ليفل او ان جي ال، او بيختلف على حسب من مشروع لمشروع زي ما كنا بنقول. البروبوزد بروفايل جريد ده اللي هو منسوب الاسفلت اللي موجود عندنا. فزي ما انت شايف هنا في عندنا المنسوب الارض الطبيعيه اللي موجوده 6.2، منسوب الاسفلت النهائي اللي موجود 7.4 او 7.448. تمام، ده طبعا مثلا عند ستيشن 0+800. ان شاء الله ممكن يبقى نرجع لموضوع البروفايل ده بالتفصيل مره ثانيه. فمبدئيا ان احنا عندنا 7.4 و 6.2، 7.4 6.8 طالع تقريبا عندنا حوالي متر و20 او متر 25 ارتفاع، ولكن الارتفاع ده مش هيكون هو الارتفاع الردم، لانه في عندنا طبقات فوق زي ما كنا اتكلمنا في الكروس سيكشن بالنسبه للطريق. قلنا انه في ديت الصوره الاحسن انه ده هنا توب اوف اسفلت ويرينج كورس. فطبقا ليه مخططات المشروع في عندنا 5 سم اسفلت من فوق طبقه نهائيه، وفي 7 سم اسفلت بيس كورس، وفي عندنا طبقه بيس كورس حوالي 20 سم، وفي طبقه سب بيس 25 سم. فعندك حوالي 75 سم او 57 ملم او 57 سم ارتفاع من الوصول لطبقات الردم. فطبعا يعني ال 57 سم دولت مش داخلين معانا في ارتفاع الردم، هو طبعا هنردمه وفي طبقات ردم، ولكن احنا بنقول نظريا انه ارتفاع الردم من تحت منسوب ال سب بيس، او في بعض المشاريع برضك من تحت منسوب السب جريد. ديت برضك صوره ثانيه في كروس سيكشن للطريق، من زي ما بقول لك بتختلف هنا زي ما انت شايف طبقه الفرما النهائيه اللي هي اعلى طبقه الردم، زي ما انت شايف ديت اللي هي اخر حاجه في طبقات الردم، هنا اللي هي السب جريد ايرث وورك ديت اللي هي الطبقه اللي موجوده. بعد كده بقى بتحط السب بيس والبسكورس، زي ما انت شايف هنا بسكورس 30 سم، هنا السب بيس 25. في عندك حوالي 3 طبقات اسفلت زي ما بكتب لك على حسب المشروع، في طبقتين، في 3 طبقات على حسب ما هو موجود. في مثلا عندك 7 سم و6 سم و5 سم، فكل الارتفاع ده لغايه السب جريد اللي موجود هنا، او نقدر نقول لغايه هنا كده كمان، بنشيله من الارتفاع اللي احنا حصلناه من ضمن البروفايل. فهنرجع هنا انه في عندنا ال 1.2 او المترو 25 اللي احنا الفرق بين منسوب السطح النهائي والمنسوب الارض الطبيعيه ناقص 75 سم او 57 سم، فطلع عندنا حوالي 67 سم ارتفاع ردمي. فارتفاع طبقه الردم اللي موجود عندنا هو 67 سم. ده زي ما انت شايف برضو صوره ثانيه، هنا طبقه الويرنج اسفلت الطبقه النهائيه اللي في فوق، في طبقه بيس كورس اسفلت، وهنا طبقه البيس كورس. في صوره ثانيه يمكن توضح هنا برضو، هنا طبقه الويرنج كورس، في طبقه ثانيه اسفلت بس الصوره بعيده شويه، هنا البيس كورس وهنا سب بيس. ف
فكده وصلنا انه عندنا ان احنا محتاجين في المنطقة دي حوالي 67 سنتي. طبعا لو رحت الاستيشن بعدها بعد حوالي الاستيشنات غالبا هنا او المحطات اللي موجودة كل 25 سنتي كل 25 متر زي ما كنا قلنا في ميسور ستيتمنت، فكل 25 متر هتلاقي الارتفاع مختلف. طبعا زي ما انت شايف في هنا ريدم، هنا يعني يا دوب انت اصلا هنا ممكن تحتاج تحفر على اساس انه في عندك 57 سنتي. الطبقات اللي هي الاسفلت زي ما انت شايف هنا تقريبا 6.4 من عشرة، ده من سوق الارض الطبيعية، والفينش 6.5 يعني تقريبا حوالي 10 سنتي. فهنا انت مش انت محتاج تحفر على اساس توصل لمنسوب اللي هو او السب جريد اللي موجود عندك عشان تعمل الطبقات اللي عندك الاسفلت والبيس كورس والسب بيس. هنا مفيش مثلا ردم، هنا في ردم، فده كله بيختلف على حسب قطاع الطريق او بروفايل الطريق، ولكن بتخصم منه الطبقات اللي موجوده بالنسبه تحت الاسفلت. وزي ما قلنا ده برضو كنا الصوره دي حطيناها قبل كده، انه على حسب طبعا الكونستراكشن لاين او بروبوزد لاين، الخط اللي احنا هنعمله بيتحدد سواء ان انت عندك ارتفاع حفر او عمق حفر على حسب سطح الارض الطبيعيه، وممكن طبعا بيختلف يكون في حفر وردم على حسب البروفايل اللي موجود عندك. دي بس النقطه اللي حبيت اوضح منها ارتفاع الردم، وبنخصم منه الطبقات اللي موجوده والاسفلت والبيس كورس والسبيس. ان شاء الله نستكمل بقيه الملاحظات لانشاء الطرق الاسفلتيه في الفيديو القادم باذن الله تعالى. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.